اهلا وسهلا بكل اللي بيتابعوا قناه زمرد هاند ميد اكسسوارز. اتمنى يا رب الجميع يكون بخير. ان شاء الله النهارده ورشتنا هنعمل فيها عقد باستخدام الشريط الهندي اللي قدامكم ده، تمام؟ وهستخدم معاها دلايه معدن. الدلايه دي على شكل حدوه الحصان، ومكتوب هنا عين الحسود فيها عود. فعلشان كده انا هوظف معاها العيون اللي باللون الاخضر والاحمر، وهستخدم شرشوبة او شرابة كده جاهزة باللون الاصفر علشان بيبقى من نفس الوان الشريط. ومعايا هنا الماسك بتاع الشرايط او الجلد ده، ماسك كده بسنون، هنشوف هنستخدمه ازاي. وطبعا هيبقى معايا مسامير مدببة من هنا كده عشان العيون اللي عندنا، وزرد وسط وواحدة زردة كبيرة علشان الشرشوبة، ومعايا قفل بغبغان والمقص علشان اخد عليه بس القياس، واسفل المسطرة عشان اخد القياس ومقص والعدة بتاعتي، والبي 7000 علشان استخدمه وانا بقفل شغلي. فانا دلوقتي اول حاجة هبدأ اعملها ان انا الشريط ده طوله تقريبا 63 سنتي. انا هعمله بالنص، يعني هقصه قطعتين قد بعض بالظبط، تمام، بالمقص من هنا كده. واقول لك طوله هيبقى كام، طول كل قطعه. ادي المسطره، هيبقى طول القطعه بتاعتي 30، ومعايا هنا جزء يعني نقول 31.5 القطعه، تمام. هعمل ايه؟ هبدأ اجهزهم بان انا هجيب البي 7000، هنفتحه وهاجي هنا في الماسك بتاع الخيوط او الجلود او الشرايط كده، فاهمين؟ ده بيبقى مناسب لكده طبعا، وبنستخدمه كمان على فكرة في شغل الأساور وأعقاد النول، نول الخرز. هنحط هنا كمية كده كويسة، وبعدين هنجيب أول طرف وهنمسك بيه كده، وتضغطي الأول بإيديكي، وبعدين ده نوع متين شوية مش راضي يضغط. هجيب الزرادية الناعمة مش الخشنة يا جماعة علشان مش عضعض، وبنضغط بالشكل ده كده عليه عشان يمسك على الشريط بتاعنا. انا هعمل كده، واضح شايفة ازاي؟ وبعدين هاجي من الطرف التاني واضغط كده. في نوع بتعرف تضغطي عليه بايديك الاول وبعدين تكملي، ده لا، ده متين قوي كده. اهم حاجة ان تتأكدي ان السنون بتاعته، السنون دي مسكت كويس في الايه، في الشريط بتاعك. خلاص نعمل يلا كمان الطرف التاني، لان انا برضو هجيب الماسك ده. انا بعمل اللزق بس عشان أأمن شغلي اكتر، اتأكد ان انا يعني ايه الخيط او الشريط ده بمعنى اصح يعني مش هيتفك. خلاص حطينا اهو، فين الطرف التاني برضو كده. الحاجات المنسله دي كلها هي هتدخل لنا، هتستخبى هنا، ما تقلقيش منها. وبرضو نفس الفكره هنضغط بالزرادية الناعم، تمام كده. بس وانت بتعملي اظبطي عشان شكل بتاع الماسك ده يطلع مظبوط عشان هيبقى باين.
خلاص كده احنا عملت الشريط الاولاني، هي القطعة الاولانية. القطعة التانية هنعملها بنفس الطريقة بالظبط، ونيجي نكمل بقية الشغل. اهو كده الطرفين اتعملوا، هنعمل كمان القطعة التانية دي بنفس الطريقة. تمام كده خلاص خلصنا الشريط التاني كمان، خلاص كده شفتوا شكله. وبعدين انا هجهز الشغل، يعني هجهز الشغل كله وبعدين نبدأ نوصل. انا عملت كمان مسمارين في واحدة، في عين خضراء وعين حمراء. هنعمل يلا المسمارين التانيين مع بعض علشان اللي بيشوفني او بيتابعني لأول مرة مثلا، بدخل المسمار عادي في العين وبعدين بتنيه، وبجيب زراديت برمي المسامير. وانا هعمل على المقاس اللي في وسط علشان عايزة الحلقة تبقى حجمها وسط بالشكل ده، وبعدين بعملها كده بلفها علشان لما احط الزردة تبقى العين طالعة مظبوطة. تمام اخر مسمار معايا بالشكل ده، بندخل في الخرزة وبعدين زي ما انا ايه نتني المسمار ونبرم على المقاس الوسط بالشكل ده ونلف كده. حلو كده تمام. تمام لو انا سبت المسمار فتحته كده لما تيجي تركبي الزردة هتلف العين كده، هيبقى طالع مش شكله مظبوط. عشان كده بقولك نلف فتحة المسمار بالشكل ده. تمام يبقى كده خلصنا الاربع عيون. هجيب بقى الزردة بتاعتي المقاس الكبير وهفتحها علشان ادخلها في الشرشوبة بتاعتي. دي شرشوبة جاهزة يا جماعة، لقيتها عندي ولونها ماشي مع الشغل. طبعا هندخل هنا بالزردة في الفتحة اللي هي يعني هنا دي في تجميعة الخيط من هنا، وتأكدي ان انتي خدتيها كلها بالشكل ده. تمام ده انا بصي بقى اللي بقولك عليه، لو جيتي حطيتي كده هتلاقيها معوجة شايفة. فانا هعمل ايه، هقفل الزردة دي عادي خالص بالشكل ده، وبعدين هجيب زردة بقى من الصغيرة مش يعني المقاس الوسط، احنا قلنا هيبقى معانا مقاس وسط وواحدة كبيرة لان في اصغر من كده، هنبقى ايه نستخدمه في مرة كده هوريكي شكله كده. انا ايه لما اجي بقى امسك كده بصي اتعدل ايه، اتعدل اتجاه الشرابة بتاعتك، فهمتيني؟ بس وندخل هنا في الفتحة اللي في النص في الدلاية ونقفلها، نقفل الايه الزردة كويس عكس ما فتحنا. تمام كده اهي شايفة، تلف بقى ايه براحتها، بس هي لما تيجي تلبسيها تبقى شكلها مظبوط. نفس الفكرة لما نيجي نوصل الدلايات العيون اللي عملناها بعد ما عدلنا اتجاه المسمار. انا لو حطيت مثلا هنا واحدة هحط تحت، بصي هنا عندك في ايه، في اربع فتحات هنا اتنين واتنين، هحط هنا واحدة خضراء اهو بصي كده الاتجاه بتاع العين بقى مظبوط، عشان زي ما قلتلك هجيب زردة تانية افتحها برضو تويست، وهاخد واحدة عين باللون الاحمر واحطها في الفتحة التانية اللي جنبها هنا كده. انا حاولت اوظف العيون الايه بالالوان دي مع الكلمة المكتوبة على الدلاية. خلاص اخر خرزتين معايا، هحط الخضرة هنا بقى جوه، ما يبقى يعني ايه انا حابة كده عشان ايه يبقى الالوان يعني مش يعني متبقاش هنا ايه احمر جنب الاحمر، فاهماني ازاي؟ دي الفكرة يعني ايه من ان انا حطيتها هنا. وبعدين اخر واحدة الحمر. تمام يبقى كده خلاص جهزنا كده الحاجات الشغل
بتاع الدلاية نفسها. فاضل ان انا هوصل ايه، هوصل الشرايط اللي احنا عملناها. انا هجيب كمان زردة علشان الزرد معايا هنا يكفي. هعمل ايه بقى؟ خلاص انا مش محتاجة زردة برد من المسامير، الدلاية اهي تمام واضحة. هاجي بقى كده من هنا ومن هنا، دي مثلا من هنا احمر، ممكن اعكس واخلي دي من هنا اخضر، فاهمة ازاي؟ وبعدين هجيب كمان زردة وافتح، ومن الفتحة بتاعة الماسك بتاعي هنا في فتحة اهي، شايفة فين؟ اهي شايفاها. وامسكها، هدخل الاول في الدلاية علشان يبقى وشها ليكي، هدخل في الدلاية ومن الدلاية هدخل في الفتحة بتاعة الايه الماسك ده، ونقفل كويس جدا. نفس الفكرة ان انا هعمل ايه، الخيط الشريط التاني هفتح، ادخل برضو من فتحة الدلاية من فوق التانية اهي فيها فتحة من هنا، وهيجي للشريط التاني من نفس برضو من الفتحة بتاعة الايه الماسك ده، ونقفل تويست. انا كده خلاص وصلت الشريط بتاعي اهو في الدلاية. بصي شكله حلو ازاي، فاضل بس ان انا اوصل بقى من فوق القفل بتاعي بالزردة. انا مش هعمل له سلسلة تطويل، انا عايزاه يبقى على طوله، دي فكرته عشان يبقى شكله حلو. يعني هدخل هنا القفل وهاجي في الطرف التاني بتاع الشريط، وندخل برضو في فتحة الايه الماسك. ادي كده القفل بتاعك، ومن الناحية التانية الزردة. لو انت عايزة بقى لنفسك تطولي، ممكن تطولي في مقاس الشريط نفسه، حابة انت بقى تركبي سلسلة تطويل براحتك، بس انا مش حابة الفكرة، حاسة ان هو المفروض يعني شياكته هتبقى احلى واجمل على طوله. بس خلاص بنقفل بقى عادي اهو كده، اهو بنقفل القفل بتاعنا، وبقى عقد جميل. فكرة جديدة استخدمنا فيها الشريط الهندي ده، بيستخدموه في الهدوم تمام. واستخدمت معاه دلاية معدن والشرابة او الشرشوبة والدلايات العيون من نفس لون الشريط. اتمنى تكون الورشة النهاردة عجبتكم وتنفذوها، وتقولوا لي رأيكم فيها في التعليقات. هحطه لكم طبعا برضو على الستاند علشان تشوفي شكله تمام. ولحد ما اشوفكم ان شاء الله لحد ما اشوفكم ان شاء الله في ورشة جديدة، اسيبكم جميعا في امان الله ورعايته. مع السلامة.